عادة بتم تخويف الأطفال بقصص وحكايات مرعبة، ومين منا ما بيعرف قصة أبو كيس أو الزربة بالحمام مع الفيران وغيرها من القصص اللي كانت ترعبنا نحن وصغار. هالسلوكيات المنتشرة للأسف بمعظم البيوت واللي بترسم بمخيلة الطفل صور خوف مما بتسبب له بقلق نفسي، وممكن يوصل الخوف ليصير فوبيا إن كان من العتمة أو الوحدة أو الأشباح أو غيرها. علماء النفس بيقولوا أن الخوف عند الأطفال هو شيء طبيعي، وهو موجود عند 90% من الأطفال قبل سن الدخول إلى المدرسة، ولكن بيبقى علينا أنه ننتبه على تفاعل الطفل مع الخوف. ومع دكتور ميراي الياس رح نحكي اليوم عن أسباب هذا الخوف وأيمتى الخوف بيتحول لفوبيا ببرنامجنا Mother and Child. أهلا وسهلا فيك دكتور ميراي. أهلا وسهلا فيك باميلا. اليوم بدنا نحكي عن الفوبيا عند الأطفال، ومين منا على كبر ما عنده خوف من شيء معين. كنا عم نحكي انه هذا الخوف له اسباب، ولكن خلينا نتعرف سوا عن التعريف الصحيح للفوبيا. الخوف هو حاله شعوريه بحس فيها الطفل، بس يتسبب مؤثر خارجي بشعوره بالخطر وبالتهديد، فهذا ممكن يسبب له الخوف للولد. نعم، نحن عم نحكي هون عن خوف، مش الخوف المزمن او الفوبيا. ايه الخوف بشكل عام يعني. نعم. وهلا رح نحكي لاحقا شو هي الاعراض او العوارض بتخلينا نقول هيدا الشخص عنده فوبيا. نعم، ذكرت بالمقدمه انه 90% من الاطفال عندهم خوف طبيعي. أكيد. ولكن اي متى بصير منه طبيعي هيدا الخوف؟ هلا في عنا مراحل عمريه، يعني من العمر السنتين للاربع سنوات بنلاحظ انه الطفل بخاف من الاصوات العاليه، بخاف كمان من الاشخاص الغرباء، بخاف انه اهله ينفصلوا عنه يبعدوا عنه، فهيدا خوف طبيعي موجود عند الولد. من عمر 3 سنوات لست سنوات بنلاحظ انه الولد ببلش يخاف يمكن من الوحوش، بخاف من الاشباح، بخاف انه ينام وحده بقلب الغرفه، فكمان هيدا ضمن هيدي المرحله. يعني الخيال، ايه الخيال ببلش يشتغل خياله اكثر. من عمر 6 للعمر 15 سنه بصير خوفه اكثر واقعيه، بصير يخاف من الموت، بخاف يمكن من الامتحانات بالمدرسه، بخاف من المرض. هيدول بنعتبرهم ضمن المراحل العمريه خوف طبيعي، بس هيدا الخوف إذا لاحظنا عوارض عند الطفل فوصلنا لمرحلة إنه لا، في وصلنا للفوبيا بالتحديد. يعني نعم. وصلنا لمرحلة خطرة عند الولد، لازم نحن نعالجها. ما بعرف إذا رح حاول أذكر شو هي الأعراض. أكيد. اللي ممكن نلاحظها عند الولد، ممكن نلاحظ عنده سرعة بالتنفس، تعرق باليدين، بعض الأشخاص يمكن احمرار بالوجه وغثيان أو دوار، بنلاحظ يمكن يوقع الولد أو يروح عن الوعي. كمان بنلاحظ عند الولد قضم الأظافر، تبول ليلي اللا إرادي، انعزال، ما بيحاول يختلط مع الأشخاص الغرباء. كمان بنلاحظ عنده بيأثر على تحصيله الدراسي، إذا خايف من شيء معين بصير يفكر بهيدا الموضوع. نعم. وإذا تكررت هيدي الأشياء وأثرت على حياته للولد فهو بحاجة لمعالجة. يعني المعالجة ما فيها تكون معالجة منزلية، لازم يتوجهوا الأهل. أكيد. لأخصائيين، لازم ينعرف شو هو السبب، وأكيد عنا عدة أسباب بهيدا الموضوع. نعم، هل قراءة القصص قبل النوم بتفيد الطفل؟ واي نوع قصص بطبيعه الاحبال؟ يعني كمان في قصص بتخوف الطفل اكثر مما بتفيد. القصص يعني اكيد القصص الحلوه بالنسبه للولد، القصص بتخليه يضحك قبل ما ينام مشان ما يحلم كوابيس معينه، فكتير مهمه القصص وخاصه مشكله الخوف. نعم، هل مسموح انه نحكي مع طفلنا بطريقه هيك قاسية ونخوفه لا نمنعه عن قيام بشيء معين؟ يعني مثلا نحن ما بدنا اياه لنفترض يلعب بألعابه اليوم، بدنا اياه يدرس، من خوفه بيجي عليك حدا، او هل هذا شيء مسموح الاهل يعملوا؟ اكيد لا، هيدي منا طريقه تربويه، لانه نحن بنفتكر كاهل انه الولد سمع هيدي الكلمه وخلص خاف من الشغله وما قام فيها، بس هو عنده ذاكره هيدا الولد، يعني هيدا الخوف عم بخزن هيدي الامور وعم توصل تتطور عنده. واكثر مشاكل الخوف اللي عند الكبار هي بترجع لمراحل الطفوله، كيف كان عم بيتم التعامل معهم خلال مراحل الطفوله. ليش في اطفال بيتاثروا اكثر من غيرهم؟ هلا بيرجع لتكوين شخصيه كل ولد وكيف هو بيستقبل هيدي الامور. نعم. لما نلاحظ يمكن بعيله اولاد عم بيتعرضوا للعنف، اثنين شخص بيتاثر بهيدا الشيء وشخص لا. يمكن بيعمل لدفاع. اكيد، حسب كيف كل شخص بيستقبل الامور او بيعيش هيدي الاوضاع. المتعارف عليه بمجتمعاتنا انه البنات او الاناث هن بخافوا اكثر، يعني دائما حتى الاهل اذا ابنهم بكى الذكر او هيك حس لا ما لازم تخاف، لازم تكون قوي،
طب هل مظبوط انه البنات هن بيخافوا اكثر من الصبيان، او هيدا لانه نحن تربيتنا خاطئه عم نصنف الفئتين؟ عم تحكي باميلا شغله كثير مهمه، هيدا بيرجع للتربيه، واللي بنسميه بالتحديد التمييز القائم على اساس النوع الاجتماعي الجندر. فالاهل بيربوا الولد من هو صغير انه انت ممنوع تخاف كونه ذكر، ما هو عنده احاسيس وعنده مشاعر، هو انسان ممنوع تبكي. البنت رقيقه ناعمه، لا بحق لها تبكي، بحق لها تخاف. مشان هيك بنلاحظ الخوف عند البنات هو اكثر من عند الصبيان. ما بيعني ما بيخاف الشاب، بس هو من هو صغير معودينه انت قوي، انت ما لازم تخاف. يمكن البنت مسمح لها تعبر، بينما الشاب مش مسموح. اكيد بيكبت هيدي الامور، اكيد بياثر عليه. نعم. هل الخوف على كبر بيزول، او بيبقى في شيء عالق اذا لم يتم المعالجه؟ اذا لم تتم المعالجه بيبقى، وبنسمع العديد من الاشخاص بعمر كبير نحن بنخاف من هي الشغله، فلازم نعرف السبب. ومش يعني إذا كبير ما بيتخلص منه، لا، إذا تمت المعالجة عند معالج نفسي بيقدر يتخطى هيدي المشكلة. نعم، يعني ضروري أنه المعالج النفسي يعرف الأسباب الجوهرية. أكيد طبعا المشكلة. أكيد، وفي عنا عدة أسباب باميلا، من بيناتهم نرجع للتربية الأسرية، لو عم نشدد كتير على دور الأهل. أكيد، وهذا أهم شيء. أكيد أهم شيء، لأنه الولد عايش مع أهله وعم بيكتسب هيدول الأمور. فمنلاحظ إذا الأهل عم بيعتمدوا التخويف أو التهديد للولد، هيدا بيخليه يشكله يخاف. كمان الاهل بيامنوا الحمايه الزايده للولد، يعني انه ممنوع تدقر هيدا الشيء، اذا وقعت بيعملوا رده فعل كثير قويه، كمان بيخلي الولد يكون خايف. التفكك الاسري، اذا منه موجود طلاق، منه موجود حدا من الاهل، كمان ما بيعود يحس بالامان هيدا الولد. وبعض الاولاد بيلجأوا لهيدا الشيء يلفتوا الاهتمام او انتباه الاشخاص الاخرين تجاههم. وكمان عنا باميلا في شيء بنسميه الخوف بالعدوى، يعني اذا الام بتخاف من لبسين الولد بصير يخاف منها. صحيح، وهيدي منتشره جدا. اكيد يعني نحن بدنا نعالج حالنا قبل ما نعالج الولد. اذا انا بخاف من شغله معينه، وممكن الخوف يجي فجاه، حادث معين، او يمكن اثر على الطفل سلبا فبصير يخاف من هيدي الشغله. وفي الاولاد اللي بيبقى عندهم مشاكل جسديه او عندهم ضعف بمحل معين، فبيكون بشكلهم خوف اكثر بهيدا. يعني الخوف ان كان جراء التربيه او جراء حادث معين هو بيتعالج، يعني له علاج. أكيد. ومش انه يعني مفقود الامل اذا فينا نقول من الموضوع. لا، كل مشكله ولها علاج، بس المهم ينعرف السبب ويتم التعامل معه بطريقه مضبوطه. نعم، خلينا نحكي شوي هيك، نعطي امثله عن انواع الفوبيا. شو فيك تقولي لنا او تحكي لنا عن الانواع، وهيك نحكي بالتفصيل عن نوع معين؟ رح احكي بالتحديد المشاكل اللي بنلاحظها عند الاولاد، يعني بمرحله عمريه بنلاحظ الولد ما بيحب ينام بأوضته، عنده خوف من العتمة. نحن كأهل كيف ممكن نتعامل مع هيدا الموضوع؟ ما المفروض الولد يبقى نايم بغرفة أهله، لأنه بيتعود ومنسميها نحن نكوص لمرحلة عمرية، بيضل عايش بمرحلة عمرية معينة. لازم الولد يكون موجود بأوضته، فيه يترك له الضوء مضوي شوي. يمكن إذا صرخ الولد أنا كأم بروح لعنده وبرجع تينام، برجع بروح على أوضتي، ما لازم أنا نام مع هيدا الولد. يمكن خبروا قصص عن الليل، شو اشياء حلوه، ممكن نشوف انا القمر، بنشوف نجوم، خبروا اشياء حلوه عن الليل، امور معينه. كمان عندنا الخوف وقت الام اذا كانت بتشتغل وعم تترك هيدا الولد بصير يبكي وحده، يعني الوحده، كيف لازم انا اتعامل مع هيدا الولد؟ العديد من الامهات بتصير بتستغل الوقت انه الولد منه منتبه لها، بتحمل حالها وبتروح. هيدا منه مناسب ابدا للولد، بالعكس، يكون عم بيلعب الولد وإشارة معينة أنه أنا رايحة، بكي هيدا الولد بتعاطف معه، بس ما كل الوقت أرجع بدي أطلع. لازم فهمه أنه أنا بمرحلة معينة بدي فل من البيت لأنه أكيد. عندي شغل. أكيد، أنا مش فالة. وبده يكون مع أشخاص بتوثق فيهم، يعني ما يكون عم بيتعنف الولد إذا بغياب أكيد. الأم، فهيدا شيء كتير مهم بهيدا أكيد. الموضوع. طب بموضوع الخيال، الخوف من ما بعرف أشباح، الخوف من أشياء يعني ما أنا موجودة حقيقة، وهي نسج الخيال أو خيال الطفل، كيف لازم نتعامل مع هذا الموضوع؟ هلأ بالنسبة للخوف من الوحوش أو الأشباح وهيدول الأمور، بيكون الولد متعرض خلال النهار لعنف من أشخاص كبار، فعم بيحولهم بالاحلام لوحش، لانه ما عم بيقدر يشوف هيدا الشخص اللي عم بيعنفه. بهيدي الطريقه بدي اشوف شو السبب، يعني الولد شو اللي عم بيصير معه بهيدا النهار؟ هل بالمدرسه عم بيتعنف؟ هل في شيء عم بيخوفه، او حدا من الجيران او ضمن الاهل؟ تقدر ساعده ووصله شغله، يعني نحن الوحش هيدا من نسج الخيال. ونرجع هون لاهميه القصص صح. والكلمات اللي بدنا نستخدمها مع الولد،
يعني ما لازم اقول له بده يجي ياكلك هلا الوحش، ما بعرف يعني هيدي كل الامور بتاثر عليه سلمان. يعني اصلا تخويف الولد بهيدي الطريقه منه ابدا شيء سليم، لا على صحته النفسيه ولا حتى العقليه. اكيد، وبصير خايف ومنلاحظ عنده يعني ما بيقعد يختلط الولد، بصير بيعمم هيدا الشيء، بخاف اوقات من الكبار، بخاف بالمدرسه، بينعزل كمان، بينعزل، بياثر عليه سلبا كولد. هل ممكن نلاحظ في خوفين بذات الوقت؟ يعني خوف من العتمه وخوف من الاشباح بذات الوقت، يعني ممكن انه يصير في تضارب بهالموضوع؟ ممكن، لانه هو الولد عم بخاف من العتمه، وكمان هو بيعتبر انه الوحش بيجي بالليل مش رح يجي عليه بالنهار، وطالما هو موجود وحده بالغرفه فبيحس بعدم الامان انه اهلي مش موجودين حدي، نعم. بالنهار في مجموعه اشخاص موجوده معي. هل مهم انه يكون الولد عنده اخوه؟ يعني نحن بنعرف انه الخيات هيك بيعطوا نوع من الامان، يعني اذا كان ولد وحيد وعم بيضل فتره، يعني عم بيكون 3 4 سنين وحيد، عم بحس كمان بالوحده بالاوضه، بينما اذا كان معه خيه بالاوضه او اخته يمكن بيتحسن الوضع، او ما لها علاقه عدد الاخوه. هلا ما لها علاقه، بس مهم مش بالضروره بمرحله الخوف، يعني مهم بشكل عام الولد يكون عنده خي او اخت بيتشارك معهم، بيلعب معهم، بيعرف انه في اشياء لإله وفي اشياء لغيره، بتعلم قيم واسس معينه. نعم، شو هي النصائح اللي ممكن توجهيها للاهل؟ اكيد الاهل بيلعبوا دور كثير كبير بهيدا الموضوع، رح نحاول نذكر ابرز النصائح اللي ممكن تنعطى للاهل. نعم. بدايه لازم يتعاطوا الاهل بهيدا الموضوع، ما يتجاهلوه ابدا، لازم اتقبل الطفل واتفهم مشكلته، احترم شعور هيدا الطفل بالخوف واتجنب اني اسخر منه او من مشاعره او من مصدر خوفه، واخذ هيدا الموضوع على محمل الجد. عديد من الاهل صدقوا، يعني مش صدقوا للولد انه خلص هلا بتخاف، بعدين ما بتعود تخاف من هيدا الموضوع، شو بيك جبان، بيستخدموا كلمات معينه. ما عقب الولد على خوفه، لانه هيدا الشيء بيزيد من مخاوفه، بل وبيخليه يكبت هيدي المشاعر جواته، وبتوصل بس يكبر عنده هيدا الخوف. لازم طمنه دايما وارفع له معنوياته انه انت قوي انت قادر، ما حاول اتجنبه وخليه يتعرض لمصدر الخوف، مش بسرعه، يعني لازم تدريجيا يعني يواجه خوفه، يواجه خوفه تدريجيا. بستخدم كلمات تشجيعيه ايجابيه مع الولد، انت شجاع، انا بعتمد عليك، وبكافئه في حال تصرف بطريقه شجاعه. تجنب اني اسخر منه للولد وخاصه امام الاشخاص الاخرين، وهيدي بنلاحظها كثير موجوده. هيدي اشطر شيء يعني نحن بنقدر. نعم، وفي شغله كمان مهمه باميلا، كمان من الاسباب البرامج التلفزيونيه اللي عم بيحضرها طبعا الولد والالعاب، فهيدي كمان لازم اضبط هيدي البرامج التلفزيونيه والالعاب. يعني هيدي اذا فينا نقول حلقه خاصه، البرامج التلفزيونيه والابلكيشنز اللي موجودين على التليفونات ومواقع التواصل الاجتماعي فعلا هي خطر على الطفل اذا ما تم يعني ضبطه الوقت. اكيد يعني عم توصل للادمان بعده مراحل عند الولد. طبعا طبعا. ومع ختام حلقتنا، نابليون بونابارت مشاهدينا، القائد العسكري الشهير يلي هز عروش واسقط مماليك، كان عنده خوف من البسينات او القطط. المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل كمان عندها خوف شديد من الكلاب، وكثير من المشاهير والسياسيين عندهم نوع من الفوبيا، وهيدا بطريقه او باخرى بيرجع اكيد لطفولتهم. الخوف منه شيء حقيقي نقدر نلمسه، ولكن هي نتيجه الافكار يلي نحن بنخلقها. اما الخطر فهو حقيقي، ولكن الخوف هو خيار نحن بننقي انه نتخطيه او لا. ومشاهدينا دائما بننصح باخر حلقاتنا انه تتوجهوا لاخصائيين للمعالجه واكيد للوقايه من اي خطر ممكن انه يتعرض له طفلكم.